تحت. طالع صوتي طالع. المحاضرة الماضية اللي كويس أنا بسجل، خلي يعني الكل هيك يعني شايف أسماءهم شايف ما حدا ما حضر يعني شو برأيك يا المعلوم؟ لا من برا من برا يعني إذا شيء معناته إحنا بس هيك بنفتح هذا وبنكب إنه هن حضرنا وهن سوينا. أنا بسوي شيء أوبشنال، أنا مو مطلوب مني أسوي هذا، أنا بعطيكم محاضرة هان ودحين، أنا بسجل لك وبعت لك البي دي إف، وإذا أنت في عندك ظرف طارئ كذا ما قدرت تيجي هيك بإمكانك تحضرها بعدين أو تحضرها أونلاين أو كذا. وهي بياخذ وقت وجهد مني وانا اسوي هاي الاشياء، وبياخذ وقت وجهد مني لما اخلص وانا انزل لكم اياه واسوي لكم اياه، بشرط انه فعلا نكون يعني على قدر المسؤوليه، مش انه يعني سامع ولا هو سامع ولا مش سامع بقول لك سامع، او انه والله بس داخلين على التيمز ومش قاعدين حكى شو بتسوى، يعني كان كثير كثير سيء. يعني hopefully هذا شو ماله هذا؟ شغال
يعطيك العافية دكتور. سمح الدكتور الصوت مو طالع. يعطيك العافية دكتور. دكتور الصوت مو واضح عنا. هو عشان صوت هلا كيف؟ تمام دكتور. تمام. A
معناته ايش؟ معناته توجد في حاصل ضغط على ذهن مسافة تساوي واحد. إذا بدأنا هذه المسافة في النص ثلاثة إذا كان هيك واحد يعني طيب أنا نشوف هذا طبعا هل فبيت اعداد صحيحه حاصل ضبط عدد صحيح
رقم 4 A divides B and B divides C, then A divides C transitive relation. All good thing is 10, and good thing is 5, and all good thing is 5. Yes, all the answers.
هاي كثير مهمة. You can also have
Positive
ليش طيب؟ بدي اسمع. أحاول أسمع صوتي. النظام مفتوح هاي. تمام هيك دكتور. أوكي. لا.
في عندي common divisors صح؟ One is a common divisor. Two is a common divisor. Three is a common divisor. And six is a common divisor. كيف في أشياء مشتركة؟ هلا أنا مغمض بدون تفكير. أصغر القواسم المشتركة أكيد إنه واحد. فأنا الواحد برسمهم كلهم. ما حدا رح يسألكم مين أصغر القواسم المشتركة لأنه by default is one. لكن أكبر القواسم لا هذا بدك تشوفهم هيك يعني بده حسبة وبده شيء. لذلك إحنا راح نصير نسأل عن أكبر القواسم. The greatest common divisors of 12 and 18 is 6. كثير الجملة صح؟ لا بدي أكتبها هيك. JCD 12 18 equals 6. Greatest common divisor. أول شيء بتكلم عن الشيء صحيح الموجبة. ما تكلمت عن السالب. تمام؟ وزي ما حكيت أصغر القواسم المشتركة يعني trivially one. أنا بدور على liquid. طبعا هاي طريقة حلوة وسهلة. نحطهم كلياتهم. شوفهم كلهم ويبقى أكبر. لكن لو كانت الأعداد كبيرة يمكن مش عملية سهلة. تعرف يمكن تكون أنت حسبت كل ال أحكي لكم يبقى. لو يعني حسبتهم كلياتهم ونسيت واحد أضغط في الحساب هيك ما طلعته شو بطلع جوابك؟ والله علمك النص ساعة وأنت تحسب وحسابات ممتازة كويسة خلط بسيط وضيعني فيها. لا سوري ما بدي أشغل هيك. أنا بدي أشغل طريقة سيستماتيك رياضية بحيث أنها تجيب لي خلينا ابتداء نعرفه بعدين هيك شوي شوي نبدأ نصنع كيف نحسبه وشو خواصه وشو يعني كيف ممكن أوظفه في أشياء معينة. ابتداء شو تعريفه؟ Definition. Bit. A B B. معلش non-zero integers. موجب سالب ما عندي مشكلة بس معلش الصفر هذا دائما خلوا لي. Let D be a natural number. Touch bit. One. D divides A and D divides B. D قاسم مشترك لأيهم. If C is a natural number, C divides A and C divides B, then C is less than or equal to D. واحد تحكي لك إنه D هو قاسم مشترك. الثاني بتحكي لك هو أكبر القواسم المشتركة. تمام؟ طبعاً كل آياتهم لما بتكلم عن قواسم بتكلم عن قواسم المشتركة. لو كان كذلك then D بتساوي JCD AB. هذا هو القاسم المشترك الأكبر لإلهم. هو عدد موجب بيقسمهم كلاهما. إذا كان في عندي عدد موجب كذلك بيقسمهم بيكون أصغر منه فهو أكبر القواسم المشتركة. وهذا المثال اللي شفناه قبل شوي. لو بدي طامبل اللي جسي دي between 12 and minus 30. ستة صح؟ 12 ميل هي 1 و 2 3 و 4 6 و 12. سالب 30 ميل هي 1 و 2 برضو الموجبات بطلع شو سوالي 1 و 2 و 3
وخمسة وستة وعشرة وخمستاش وثلاثين. المشتركات واحد واثنين وثلاثة وستة، أكبرهم مين كانت؟ كانت ستة. فحتى لو كان موجب أو سالب يعني بي. كيف؟ تعال الآن نبرهن نظرية أساسية بالنسبة لها. ثيرم that A و B be non-zero integers, then there exist X in Z such that the JCD La A and B equals AX زائد BY. والخاصية أنه الJCD يكتب بدلالة الـ A والـ B. تمام؟ تعال نشوف المثالين اللي قبل شوي. JCD 12 و18 كان 6 صح؟ تقدر تكتبوا 6 بدل 12 و 12 في سالب 1 زائد 18 في 1 صح، و 12 في 2 زائد 18 في سالب واحد. مش يونيك صح؟ مش يونيك، انكتب أكثر من طريقة. طيب الجي سي دي تبع ال 12 وسالب 30 اللي هو 6 بربو كان 3 ب 12 اي 36 زائد سالب 30 في 1 12 في سالب 2 زائد سالب 30 في سالب 1 أي كمان 6 non unique. وعلى فكرة النص ما كان بيحكي uniqueness، كان بيحكي إنه في exist. أوكي أوكي، هاي نشوف الصحيح هي عدد لا نهائي من الطرق لكتابة JCD as a linear combination. انا ما بهمني، انا بهمني انه there exist، انه يمكن. طبعا ممكن تيجي تحكي له هاي سهل صعب ممكن ممكن. خلينا نشوف let s بتساوي au plus bv حيث UV أعدادا صحيحة and AU plus BV أكبر من أو يساوي صفر. بدي أثبت إنه JCD سيكتب كلينيال كومبينيشن من الـ A والـ B. تمام؟ فأخذت المجموعة كل النون نيجاتيف linear combinations of A and B. تمام؟ non-negative. أول شيء S is non-empty. لاحظوا take V equals 0 and U equals 1 if A was positive while U equals minus 1 if A was negative then AU plus BV خلينا اسمي هاي not belongs to S meaning that it is non-empty. لورجيك انه في على الاقل عنصر، شو سويت؟ موت هذا وطلع على الـ A. لو كان الـ A موجب خذ الـ U واحد، هاي صار A في واحد زائد B في صفر اللي هو A وهذا موجب. طيب لو كانت الـ A سالبة ف
خذ ال في زيرو وخذ اليو سالب واحد، أي سالب في سالب شو صارت؟ موجب زائد صفر، هيو هيو أعطاني إياه زي ما بدي. فإذا يعني أموري تمام. This is nonsense. By will ordering principle ايش الويل اوردرينج برينسيبل؟ اي نون امتي سبست من الناتشرال نمبرز لها ليست اليمنت، طبعا حاطط معهم صفر ماشي، يعني الناتشرال نمبر حط لها فاينايتلي ماني من الزد بتضل امورك تمام. ف ويل اوردر اي نون امتي سيت راح يكون لها ايش؟ لها ليست اليمنت. باي ويل اوردرينج برينسيبل اس هاز a least element d بتساوي ax زائد by. تعرفوا بدي بديش الزيرو هاي معلش والله بديش الزيرو انا ماخذ ال a وال b non zero from ديها موجبة وهي أموري تمام. كويس؟ دي هذا دي عنصره كيف راح يكون شكله؟ طالما أنه عنصر في S A ضرب عدد صحيح زائد B ضرب عدد صحيح، هاي كتبته وهذا موجود في S. أي عنصر في S إيش لازم يكون؟ أكبر من أو يساوي D، هذا أصغر واحد فيه تمام؟ طيب we want to show D equals JCD of AB. هذا اللي كتبته بهذا الشكل وهو أصغر عناصر الاس، هذا هو JCD. يعني JCD يعني بيقسم A بيقسم B اثنين، إذا في قاسم موجب مشترك إلهم راح يكون أقل، راح يكون يعني نعم أقل. By the division algorithm. A بتساوي Q D plus R with R greater than or equal to zero and strictly less than D. اللي أخذناها المرة الماضية. Division algorithm أخذت ال A وال D. D positive. قسمت عليها quotient. عندي ريميندر، ريميندر يا زيرو يا موجب بس لازم يكون أقل من دي. كويس؟ طيب شو أسوي؟ الـ R بتساوي A ناقص QD. لاحظوا إنه هذا أكبر من أو يساوي صفر باي أصلاً. شيلوا D حطوا قيمتها A ناقص Q A X زائد B Y. كل قوس وجمع الأشياء اللي بدكم إياها أي R تساوي إيش في عندي واحد ناقص Q X A زائد ناقص Q Y B تمام؟ وهذا ايش؟ شوي اللي هو يا زيرو يا موجب. لو كان موجب لازم يكون موجود في اس صح؟ لانه هيو لينير كومبينيشن من الاي والبي هو موجب معناته في اس. اف ار واز بوزيتيف ذن ار بيلونجز تو اس and R أقل من D. No. بس احنا حكينا انه D هو أصغر عناصر الاس، ما في حدا أصغر منه. Contradicting minimality
of DNS. لا سوري هاي ما بتزبط. لكن شو اللي بزبط؟ إنها زيرو. وهو الآر يا إما زيرو يا موجب. تمام؟ لو كانت موجبة بيصير موجودة في S أصغر من D بس ما بيصيرش. D هي أصغر عناصري. فهذا مرصود. فإذا ما في إلا أنها تكون الآر إيش؟ زيرو. Therefore, R equals zero. شو يعني R equals zero؟ معناه إنه ال A بتساوي Q D. هذا implies إنه D divides A. ما في باقي. لما قسمت طلع Q D والباقي zero. معناه D بتقسم ال A. بنفس الأسلوب أشغل على مين؟ على البي. البي بقسمها على الدي بيطلع كوشنت ريميندر. ريميندر أكبر من أو يساوي صفر أقل من دي. وبكرر نفس العملية وبستنتج إنه ريميندر إيش لازم يطلع زي. نفس التكنيك بستنتج إنه الدي بتقسم البي. Similarly دي divides بي. مرة ثانية ببدأ من هان. B بتساوي Q D زائد R. R أكبر من أو يساوي صفر أقل من D. ونفس الكلام نفس الكلام وبستنتج إنه B بتقسم B. تمام. إذا أنا جبت أول شروط الـ JCD إنه هو قاسم مشترك للـ A والـ B. تمام. هلا بدي أشوف الثاني. Let's see B natural number موجب and C divides A and C divides B. قاسم مشترك لأل. Then Y كم كان رقمها؟ رقم 6 صح؟ خاصية 6 قبل شوي. 6 كان رقمها. C لازم تقسم. إذا كان تقسم الـ A والـ B بتقسم أي linear combination منهم. إذا راح تقسم AX زائد BY اللي هي مين بتساوي؟ تساوي D. رقم 7 اوكي 7 مش حلو. كويس. باي 6 القيمه المطلقه لسي اقل من او يساوي القيمه المطلقه لدي لانه السي بتقسم دي فالقيمه المطلقه لها أقل من أو يساوي القيمة المطلقة لها. ولكن السي أنا شو ماخذه؟ natural number. معناته القيمة المطلقة له نفسه. والدي شو ماخذه؟ موجب. صح؟ فإذا القيمة المطلقة له مين؟ إذا إيش؟ دي هو الـ JCD. أيوه بيقسم الـ A والـ B. جيبوا لي أي قاسم موجب راح يكون ماله أقل منه. Therefore هو أكبر القواسم. Therefore, D بتساوي أو خلينا نكتبها هيك. Therefore, JCD A و B بتساوي D اللي هو مين؟ اللي هو AX زائد BY. إذا فعلا يمكن كتابته كلينيا كومبينيشن. هيك يا صفي. تمام. تعال نرجع شوي في البرهان هيك نشوف شو بيسألنا. أنا بدي أبرهن إنه الـ JCD لأي عددين يكتب linear combination منهم. أخذ حس كل الـ positive linear combinations من الـ A والـ B وأثبتنا إنها non empty. تك بسيطة كانت. صفر واحد والثاني خذوا يا واحد يا سالب واحد نجيب لك. فهي non empty. Non empty subset من الـ natural numbers by well ordering principle إلها least elements. ليست إلمنت موجود هان موجب وهو على الصورة هاي A ضرب عدد صحيح زائد B ضرب عدد صحيح.
حياك، وهو أصغر عناصر الاس. هلا أصغر عناصر الاس أنا بدي أثبت إنه هو أكبر القواسم المشتركة من خلال إثبات خطوتين. الخطوة الأولى إنه بيقسم الـ A والـ B. اثنين، إذا في قاسم موجب مشترك بين الـ A والـ B راح يكون أقل من الـ D. هذا لاحظوا هان، أنا ما ورجيتكم كيف جبت الـ X والـ Y إطلاقاً، أنا استخدمت الـ Will Ordering. أنا بحكي إنه يمكن، هلأ كيف يمكن بعرفش، بس بعرف إنه يمكن في شيء موجود، في شيء موجود يمكن إيجاده ويمكن كتابته بهذا الشيء. بعدين رحنا على الصفحة اللي بعدها، وين غلط هاي، قسمنا الـ A على الـ D وأخذنا الـ Remainder، وبس برهنا إنه الـ Remainder بيساوي 0 by minimality of D and S. نفس الطريقة بقسم الـ B على الـ D وبثبت إنه الـ Remainder بيساوي 0 by minimality of D، وهيك استنتجت إنه الـ D قاسم مشترك للـ A والـ B. لو كان عندي C natural number وبيقسم الـ A والـ B راح يقسم أي linear combination منهم، بشكل خاص راح يقسم الـ D لأنه هو linear combination. وهاي الكلام اللي حكيت لكم يا السبع نتائج هاي اللي كتبتها قبل شوي، نصها عندي أهم من برهانها. لاحظوا أنا بشتغل بستخدمهم على طول، لا حتى حافظ أرقام، ما هي رقم واحد رقم اثنين، لا أنا بدي الفكرة أنها تكون موجودة لأنه كثير راح استخدمهم هيك الأمر. فإذا هاي الـ JCP يكتب فعلا بهذا الشكل. What consequences we have؟ نتيجة لهاي برولري يعني نتيجة let a b be non-zero integers وd بتساوي ال JCP ل a و b، then المجموعة a اللي هي بتساوي a u plus b v، حيث U و V ذاتا صحيحة، بتساوي المجموعة D N حيث N عدد صحيح، هاي بدي أسميها كابيتال D. هذا يعني إنه أي عنصر أصلا لا يقسم D أو N رغم المجال. إذا في واحد ثاني قسمهم هو راح يكون أكبر من الدي، يس. 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 هلا هاي راح لسه تعطي معلومة أكثر شوي من اللي بتحكيها. كويس، تعال ناخذ كل اللينير كومبينيشنز من الاي وال كله، تمام، في الموجب والسالب والصفر، كل اللينير كومبينيشنز هي نفسها مضاعفات الدي الموجبه والسالبه. مضاعفات الدي مين هي؟ صفر لما تاخذ الان صفر، 1 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي، وسالب دي سالب 2 دي سالب 3 دي الى اخره. السوالف سيبنا منهم، الموجبات دي 2 دي 3 دي 4 دي، واحده منهم دي اللي هي الجي سي دي اللي هي راح تساوي واحده من هذول. يس، لكن اللي هي الفكره انه اي دي بس اليو والبي مش شرط يكونوا يونيك، زي ما ورجيتك المثال اللي قبل شوي ممكن اغير باليو والفي وتطلع الدي. I want to show that these two sets are equal. All the linear combinations of A and B, in fact, they are just the multiples of B. مضاعفات الدي. مجموعتين بيساوي بعض، كيف برهنها؟ جيب واحدة من هون
برهن انها موجوده هناك، نجيب واحده من هناك برهن انها موجوده. شوف let AU هلا تعرفوا قبل let والله، بس تعالوا خلينا هيك نلخص شو اللي عندنا. انا D بتساوي JCD AB، معناته هي قاسم مشترك لهم صح؟ معناته الـ A بتساوي D ألفا والـ B بتساوي D بيتا، حيث ألفا NZ بيتا NZ. وبرضو حسب النظرية اللي قبل شوي، الـ D بتساوي AX plus BY or some XY NZ، يوجد شيء زي هيك. أنا حطيت كل الأشياء اللي بعرفها. دي هو قاسم مشترك، فإذا هيو تقسم الـ A بيقسم الـ B. كونه JCD حسب النظرية السابقة راح يكتب كلينير كومبينيشن، هذا خبون على جنب راح أوضحهم هلا في البرهان تبعي. طيب let AU plus BV be an element in A. نعم بدي أبرهن إنه موجود في B، يعني مضاعف من مضاعفات الـ D. راحت يس عشان هيك كتبت لك اياه. اذا AU plus BV بتساوي D alpha U زائد D beta V، طلع D عامل مشترك، alpha U زائد beta V. طبعا كل ما اتحدث عنه اعدادا صحيحه، اضربوها اجمعوها اطرحوها تضل ايش صحيح، ما سويت الاشياء المحظوره اللي هي عمليه التقسيم. فاذا دي ديفايدز او خلص هاي عفوا ات از ان دي بيلونجز تو بي، دي في عدد صحيح مضاعف من مضاعفات مين؟ فإذا A is contained where in B. تمام؟ هلا العكس، بدي أجيب عنصر هون وأبرهن إنه سيكتب بهذا الشكل. Let Dn belongs to B. Dn عوض هذه. هاي بتساوي AX plus BY times N، دخل N عليهم، AXN زائد BYN، طبعا XN هذا عدد صحيح، YN برضو عدد صحيح، لاحظوا انه هذا وين موجود؟ موجود في كابيتال، لانه A في عدد صحيح زائد B في عدد صحيح، معناته B subset من A. خلينا نسمي هاي 1 ونسمي هاي 2 from 1 and 2 A equals B. إذن فعلا linear combinations تبعات ال A وال B ما هم إلا مضاعفات ال D اللي هي ال JCD. عندي وقت بدي أسويه كمان شغلة. Not. خلاص خليك بالجاه من هذا الشيء. خلاص بنوقف عند هذا القدر وبنكمل إن شاء الله نطلع. نزلت موجود. نزلت موجود. سير.
I'm sorry.